إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كتواجدوا بمدينة واتزم وهاد المباراة اللي كتجمع بطل المغرب 2022 ثلاثية يوسف صغير من نادي ليسيمبي عصبة الوسط كونتر تريبليت جداري من نادي أولمبيك خريبكا عصبة سيد العمر غابير. هذه مباراة اللي كتجمع ما بين ثلاثية يوسف صغير وثلاثية جداري من نادي أولمبيك خريبكا عصبة سيد العمر غابير. وغتابعوا ايضا في نفس الوقت المباراه ديال ليسيمبي ديال الجمعيه الملاليه تبعها السي محمد الصغير موقع ديال محمد الصغير اللي كنشوف المباراه ديال الملاليه. الدور الثاني غادي تقلبوا غادي الموقع الاعلامي غادي يشوف المباراه ديال إذن نعطيكم تشكيلة ديال كل ثلاثية بالنسبة لتريبليت نادي أولمبيك خريبكا. كتكون كل من جداري عالمي خيرة وعبد السور تريبليت نادي ليسيمبي كتكون كل من يوسف صغير أنس عرعور والحسين عباس وفي الاحتياط خالد بن نار. إذن هذه الجولة الأولى صفر لمثلية ما بين تريبليت نادي لوسونبي وتريبليت نادي لوسيكا أولمبيك خريبكا مبتل عصبة تادلا عمر غابي. نتكلم عن الجولة الأولى صفر لمثلية ما بين تريبليت الصغير من نادي ليسيمبي وتريبليت الجداري من نادي أوسيكا أولمبيك خريبكا ممثل عصبة تادلا عمر غابي في المباراة الأولى من بطولة المغرب موسم 2022-2023. دائما نتابع وإياكم هذه المباراة مباشرة من ملاعب نادي البحيرة بمدينة واتزم في إطار بطولة المغرب موسم 2022-2023. والمباراة كتجمع تريبليت يوسف صغير من نادي ليسيمبي كونتر تريبليت جداري من نادي أولمبيك خريبكا. هذه الجولة الأولى دائما صفر لمثله ومحاولة للحسين أقباس ضربة موفقة. برافو الحسين عقباس ضربة موفقة يخرج كرة برافو انس عروتي يضرب لا بول تخرج هذه الجوله الاولى اللي كتجمع ما بين تريبليت يوسف صغير من نادي ليسيمبي وتريبليت جداري من نادي اولمبيك خريبكا. النتيجه صفر لمثله
إذن عندهم ثلاثة في الأرض وحاول اليوس الصغير في إضافة النقط، بقينا عنده دوبول جوج كرات. إذن الله يسلم بعندهم تروا بوا جوج كرات، بقينا عند اليوس الصغير ثلاثة في الأرض. صالح تريبيات الذي الله يسلم به بطل المغرب السنة الماضية في هذه المباراة افتتاحية هنا بملاعب نادي البحيرة بمدينة واتزم. إذن برافو الصغير، تزيد نقطة رابعة. دائما نتابع وإياكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة واتزم. برافو الصغير تضيف نقطة خامسة، إذن خمسة لسافة تريبليت نادي إذا النتيجة المسجلة حتى الآن فيها 5-0 لصالح تريبليت نادي ليسان بي. عصبة الوسط كونتر تريبليت جداري من نادي أولمبيك خريبكا عصبة تادلا أم رابع. دائما نتابع وإياكم هذه المباشرة مباشرة على صفحة الجامع الملكي المغربي للكرة الحديدية مباشرة من مدينة واتزم. أو نعطيكم التشكيلة ديال كل ثلاثية بالنسبة لتريبليت نادي أولمبيك خريبكا. كتكون كل من الجداري العالمي خيرة وستور وتريبليت نادي ليسان بي، كتكون كل من يوسف صغير حسين أقباس أنس عرعور وخالد بن نار. والنتيجة المسجلة حتى الآن فهي 5-0 لصالح تريبليت يوسف صغير من نادي ليسان بي. نرحب بجميع المتابعين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن في هذه المباراة في جمع تريبليت نادي ليسان بي وتريبليت نادي أولمبيك خريبكا. والنتيجة المسجلة حتى الآن هي 5-0 لصالح تريبليت نادي ليسان بي كونتر تريبليت جداري من نادي أولمبيك خريبكا. محاولة ديال الجداري، برافو، محاولة جميلة ديال الجداري. باقي البوان تريبليت نادي ليسان بي، ولكن كرة ديال الجداري كرة جميلة يعني دار في طريق. تذكير بالنتيجة فهي 5-0 لصالح تريبليت يوسف صغير من نادي ليسان بي كونتر تريبليت جداري من نادي أولمبيك خريبكا. هذه المباراة الأولى من بطولة المغرب
نتابع وإياكم على صفحة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية مباشرة من مدينة وانزم وبالضبط من ملعب نادي البحيرة لكي يحظى بشرف تنظيم هذه البطولة الغالية عند كل ممارس رياضي. إذن البوان في الأرض لصالح تريبليتايوس الصغير. وحاول ديال يونس العالمية ولكن ما خرجتش. كرة مربحة البوان وإنما ملعوبة. برافو بيان بوانتي تيربح البوان خيرا تيربح البوان. أن الدور ديال الحسين أقبس غادي يضرب لابول غادي يضرب على النقط. المحاولة ديال الحسين أقبس غادي يضرب على النقط. كانت هذه ضربة موفقة ديال الحسين أقبس وتبقى كورته محسوبة في اللعب. تذكير بالنتيجة فهي 5-0 لصالح تريبليت يوسف الصغير من نادي ليسينبي. هذه المباراة الأولى من بطولة المغرب اللي كتقام هنا بملاعب نادي البحيرة بمدينة وادزم. إذن عندهم جوج كرات في الأرض لصالح تريبليت نادي ليسينبي ممثل عصبة الوسط. الكرة ديال يوسف الصغير تنظن كاينة في العبار عندهم جوج في الأرض. محاولة ديال أنس عرور ما تيضيفش تيزيدش البوان. إذن كرة كاينة ديال يوسف الصغير كاينة في العبار.
إذا عندهم ثلاثة في الأرض، ثلاثة لصالح تريبليت يوسف صغير من نادي ليسانبي. آخر كرة عند أنس، أنس على العور تنظن تيدخل وحدة و تيخرج وحدة، ما عرف. مرة أخرى إذا جوج كاينين، ثلاثة كاينين، باقي رغابة في العبار. هادو لاعبي منتخب البنين اللي كيحضروا اليوم بمشاهدة هذه المباراة، مباراة بملاعب نادي البحيرة بمدينة واتزم. إذا النتيجة كانت غير كتصبح 8-0 لصالح تريبليت يوسف الصغير من نادي ليسانبي في المباراة الأولى من بطولة المغرب موسم 2022-2023. هذه الكرة الأولى ديال يوسف الصغير من نادي ليسانبي. محاولة ديال يونس العالمي، كرته تضع. مرة أخرى جداري من نادي أولمبيك خريبكة. كرة ديال جداري تطيح مالطون بي تضع. اذا كرة ديال جداري تطيح مالطون بي تضع. باقي البوان في الارض لصالح تريبليت يوسف الصغير من نادي ليسانبي. النتيجة 8-0 في المباراة الاولى اللي كتجمع ممثل عصبة الوسط مع ممثل عصبة تادلا عمر غبي في المباراة. اذا برافو جداري، الكرة الثانية تربح بها البوان. إذا الكرة الثانية تربح بها البوان. المحاولة ديال حسين أخباس اللي غيضرب لابول. حسين أخباس يلغي الجولة. إذا جولة ملغات، تبقى النتيجة على حالها 8-0 لصالح تريبليت نادي ليسانبي كونتر تريبليت جداري من نادي أولمبيك خريبكة في المباراة الأولى اللي كتجمعهم هنا بملاعب نادي البحيرة بمدينة واتزم. هذا سيد عزيزي كوتش نادي ليسانبي، والسيد ستور كوتش نادي أولمبيك خريبكة. إذن بعد ما خرج البوشون، إذن جولة ملغات، كتبقى النتيجة على حالها 8-0 لصالح تريبليت يوسف صغير من نادي ليسانبي. مرة أخرى محاولة الأولى ديال يوسف صغير. يوسف صغير بيان بوانتي. أمي
أن وقع تغيير دخل الستور ما كان خيرا. نتيجة دائما 8-0 لصالح تريبليت يوسف الصغير من نادي لايزنبي. الكرة الثانية ديال الستور تضيع. المحاولة ديال الجداري. الجداري من لاعب نادي اولمبيك خريبكا. هذه المباراة الأولى. كيتعتبر نادي اولمبيك خريبكا من الأندية الرائدة في مجال الكرة الحديدية على صعيد عصبة تدلى أم الربيع. لكي يضم أسماء لامعة داخل النادي نادي اولمبيك خريبكا. إذن أربعة الكرات تيطيحوا، يعني نادي اولمبيك خريبكا بقى جوج كرات عند يونس العالمي، في حين باقيين خمسة الكرات عند تريبليت يوسف الصغير من نادي لايسنبي. والنتيجة المسجلة لحد الآن فهي 8-0 لصالح تريبليت يوسف الصغير من نادي لايسنبي. مشاورات حول تدبير هذه الجولة من طرف لاعبي نادي اولمبيك خريبكا يونس العالمي وستور وجداري. باقيين جوج كرات عند يونس العالمي، لان فليبول ما كاينش المنطق، يعني كره وحده يمكن تغير اللعب، يعني ما فليبول ما كاينش احترام للمنطق، وانما فالنتيجه كتحسب عند انتهاية الوقت القانوني او بلوغ حصة ديال 13 نقطة. اذا كان محاولة ديال يونس العالمي باش ينقص لهم، كان يضرب واحد لابول يعني ينقص لاقاه، ولكن ما استطاعش. كرة ديال يونس العالمي تضيعت كذلك. اذا تريبليت يوسف الصغير عندهم خمسة ديال الكرات وعندهم ان بوان في الارض وعندهم نتيجة 8، اذا عندهم لاكان في يديهم، عندهم ان بوان في الارض وعندهم خمسة كرات في يديهم وعندهم في السكور 8. كل شيء ممكن. محاولة ديال يوسف الصغير بسهولة يضيف النقطة الثانية. هنا أنا في كيبان لك اللاعب المحترف، يعني كيفاش كيبورتي لابول، كيفاش كيزيد لابول، يعني بسهولة يضيف النقطة الثانية. فهذا كذلك فهو محك في هذه المباراة، فهي محك لهذا العناصر اللي كيشاركوا مع الفريق الوطني المغربي للكرة الحديدية. أنس عرعور كيضيف نقطة ثالثة. كتبقى كورتو ما كيضيفهاش. إذا هنا فاش قلت لكم كلشي ممكن، يقدر يزيد لاكا يقدر ما يزيدش لاكا، ولكن باقي ندوبون عند أقباس. شوفوا الحسين أقباس شنو يعمل. تهدف نقطة رابعة أما الخامسة. أيضا تنتهي المباراة بفوز تريبليت يوسف الصغير من نادي لايسنبي لتريبليت جداري من نادي أولمبيك خريبكا. شكرا لكم على المتابعة، تحياتي لكم من واد زام، هذا محمد خلوقي يحييكم. ما تنسوش بعيد نقول لكم المباراة الثانية إن شاء الله. تحياتي لكم.